أفادت وسائل الإعلام أمريكية بأن عائلات محتجزين أمريكيين بغزة قد أصدروا بيانا طلبوا فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإبرام صفقة تبادل مع حماس وإعادة ذويهم. وقال البيان إن فرص إعادة المحتجزين على قيد الحياة معرضة لخطر شديد مع مرور الوقت. لنتعرف أكثر على ردود الفعل الأمريكية تجاه هذا الأمر ينضم إلي من واشنطن رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية. رامي أهلا بك. إذا مظاهرات حاشدة في تل أبيب الليلة ومن المرتقب أن تكون أكثر غدا نتيجة لهذا الحدث وهو العثور على 6 جثامين للمحتجزين الإسرائيليين في غزة. هناك بيان أيضا من عائلات محتجزين أمريكيين يحملون الجنسية الأمريكية. حدثنا في مجمل ردود الفعل عندك في واشنطن. مرحبا أميمة. آخر رد فعل يعني صدر منذ لحظات هو عبارة عن منشور وضعه الرئيس الأمريكي جو بايدن على صفحته على موقع إكس مصحوبا بالبيان الذي نشره عنه البيت الأبيض في ساعة متأخرة من ليل السبت. وقال بايدن في هذا المنشور: بذلت جهدا كبيرا لاستعادة المحتجز القتيل هيرش. وقال أيضا إن خبر مقتل المحتجز هيرش فطر قلبينا أنا وزوجتي. وقال إن مقتل هيرش تراجيدي ومستهجن، وأكد أن قادة حماس سيدفعون ثمن جرائمهم. وقال: سنواصل العمل على اتفاق يؤمن الإفراج عن بقية المحتجزين. هناك أيضا ردود أفعال أخرى من بعض الشخصيات الأمريكية مثل نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس والمرشحة للرئاسة عن الحزب الديمقراطي كامالا هاريس، والتي قالت يعني روت قصة هيرش وكيف تم احتجازه في غزة وكيف قتل بعد ذلك، ووصفت حركة حماس بأنها منظمة إرهابية وأن يديها ملطخة بدماء الأمريكيين. أيضا دونالد ترامب المرشح الجمهوري والرئيس الأمريكي السابق تلقف هذا النبأ، وأيضا استغلها فرصة لمهاجمة الإدارة الأمريكية الحالية، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس. وقال إن ما حدث ومقتل هيرش جولدبرغ المواطن الأمريكي الإسرائيلي ما هو إلا بسبب ضعف هذه الإدارة، ضعف بايدن وضعف هاريس، مما أدى إلى تجرؤ حركة حماس على فعل أمر كهذا. هذه هي معظم ردود الأفعال الموجودة، بالإضافة إلى اللقاء الذي ننتظر نتائجه ما بين مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان وعائلات المحتجزين الأمريكيين في غزة. نعم، هل من اتصالات رامي جرت بين الإدارة الأمريكية وبين الحكومة الإسرائيلية في هذا الشأن؟ وماذا عن الأصوات أيضا التي تنادي بعدم تسليح الإدارة الأمريكية لإسرائيل تسليحا مفرطا في القوة بأسلحة ممنوعة، لأنها هي حقيقة التي قتلت هؤلاء المحتجزين أيضا في غزة؟ في الحقيقة أميمة، بالنسبة للنقطة الثانية، هذه نقطة ملتبسة كثيرا هنا، لأنه بحسب المعلومات الإسرائيلية فإن هؤلاء المحتجزين أو 6 جثامين التي عثر عليها هذه قتلت على يد حماس بحسب إسرائيل، ويبدو أن الإدارة الأمريكية أيضا مقتنعة بذلك. فكل الأصوات الآن التي كانت تنادي بعدم تسليح إسرائيل في مواجهة حماس ستخفت أمام الغضب الذي أصاب الإدارة الأمريكية، والغضب الذي أصاب عددا كبيرا أيضا من الأمريكيين بسبب مقتل المحتجز الأمريكي حسب اعتقادهم على يد حماس وليس على يد الأسلحة التي تمد بها الولايات المتحدة إسرائيل. لذلك سوف يعلو صوت الغضب على صوت أي تفكير في خطوة للوراء تجاه تسليح إسرائيل. أما عن الاتصالات ما بين الإدارة الأمريكية والإسرائيلية فلم نسمع شيئا ربما حتى الآن عن هذه الاتصالات، ولكن من المتوقع أن يكون هناك دفع كبير من جانب الإدارة الأمريكية خلال الفترة المقبلة، دفع لإسرائيل باتجاه اتفاق لوقف إطلاق النار واتفاق لتبادل المحتجزين والسجناء، حتى تستطيع يعني الولايات المتحدة تجنب المزيد من الخسائر الفادحة
التي يعني قد تمنى بها وقد يموت محتجزين أمريكيين آخرين. لا يزال هناك على ما أعتقد أو على ما تقول الأرقام 6 آخرين لا تريد الولايات المتحدة أن يلقوا نفس مصير هيرش جولدبرغ من المحتجزين الأمريكيين. طيب رامي، أخيرا، هل يتم استخدام هذه التظاهرات القائمة الآن في تل أبيب والتي من المفترض أن تزداد غدا ويعني تنقلب رأسا على عقب؟ يعني سيكون الأمر حقيقة كبير جدا، سيكون هناك تظاهرات واعتصامات وما إلى ذلك. طيب، هل تستغل الإدارة الأمريكية أو بعض الأصوات الأمريكية مثل هذه التظاهرات للضغط على إسرائيل؟ الولايات المتحدة عادة ما تأخذ خطوة إلى الوراء عندما يكون هناك شأن إسرائيلي داخلي. التظاهرات في إسرائيل تعتبرها الإدارة الأمريكية شأن إسرائيلي داخلي، ضغوط بعض الجهات في إسرائيل مثل نقابات العمال الهستدروت وما إلى ذلك على حكومة بنيامين نتنياهو لاتخاذ قرارات بعينها أو حتى تصل إلى درجة المطالبة بإقالة هذه الحكومة وإقالة بنيامين نتنياهو. الولايات المتحدة عادة ما لا تريد أن تنخرط في مثل هذه الأمور وتعتبرها أمور داخلية إسرائيلية. الولايات المتحدة يهمها فقط ما المحتجزين الأمريكيين المتبقين في غزة، تريد أن تستعيدهم، لا تريد أن تراهم جثثا مثل ما حدث مع هيرش جولدبرغ. ولذلك هي تضغط على الحكومة الإسرائيلية للدخول في اتفاق وقف إطلاق النار وإتمام صفقة تبادل المحتجزين والسجناء بمعزل تماما عن ضغوط الشارع الإسرائيلي. قد تكون ضغوط الشارع الإسرائيلي يعني تأتي في نفس صف الإدارة الأمريكية وفي نفس توجه الإدارة الأمريكية وتخدم أغراضها، ولكنها في النهاية الإدارة الأمريكية لا تريد استغلال مثل هذه النقطة حتى لا يقول عنها نتنياهو أنها تتدخل في شؤونه. نعم، شكرا جزيلا لك، كنت معي من واشنطن رامي جابر مراسل القاهرة الإخبارية، شكرا لك.